عصام الحضري لا لا خالص. رحيله ضايقك؟ ضايقني ضايقني ان عصام زي ما بقول لك انا انا بحب الناس اللي معانا يعني لو احنا نعمل كوادر. نعم. فعصام لسه اول مره كان منتخب فلما مشي كروش انا اتضايقت ان هو ما لحقش. فعشان كده قلت يقعد مع الكابتن ايهاب وكان نفسه يقعد مع فيتوريا على فكره. نعم. برضه بس هو راجل جايب معاه واحد يعني نفس كلام شوقي احنا بنعمل كادر وصغير وكويس. لا انت اتضايقت من عصام ولا اتضايقت عشان عصام؟ لا لما مشي لابو الحاج يعني انا لا لما مشي بالمنتخب الاولمبي اكيد اتضايقت طبعا لان هو انا مش مشرف فهو ما كلمنيش بس كان نفسي برضه بالعلاقه كان كلمني يعني او كلم ما اعرفش كلم بركات ولا لكن قصدي عصام كبير قوي اصلا. نعم. يعني اسطوره يعني فكان لو هي يمشي لازم يمشي برضو بالشكل اللي هو يليق بعصام وانت كنتش هترفضه ما كناش هنرفض خالص ما حدش هيرفض قدام حد خالص طبعا يعني ربنا فوق شايفه على فكره وبيكرم في مع الفيفا واخدينه في كل حاجه.